حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثدي بن عبد الله اليزني حدثني بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ظل المؤمن يوم القيامة صدقته. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن عرفجة قال كنت في بيت فيه عتبة بن فرقد فأردت أن أحدث بحديث قال فكان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه أولى بالحديث منه قال فحدث الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في رمضان تفتح أبواب السماء وتغلق أبواب النار ويصفد فيه كل شيطان مريد وينادي مناد كل ليلة يا طالب الخير هلم ويا طالب الشر أمسك. حدثنا عبيدة بن حميد أبو عبد الرحمن حدثني عطاء بن السائب عن عرفجة قال كنت عند عتبة بن فرقد وهو يحدث عن رمضان قال فدخل علينا رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلما رآه عتبة هابه فسكت قال فحدث عن رمضان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في رمضان تغلق فيه أبواب النار وتفتح فيه أبواب الجنة وتصفد فيه الشياطين قال وينادي فيه ملك يا باغي الخير أبشر يا باغي الشر أقصر حتى ينقضي رمضان. حدثنا محمد بن مصعب حدثنا أبو بكر عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيفتح عليكم الشام وإن بها مكانا يقال له الغوطة يعني دمشق من خير منازل المسلمين يعني في الملاحم.